الله يجزيكم بخير. اليوم جيت باش نوضح شي امور ديال هذا يوسف الزروالي اللي حاليا راه معتقل. جيت كنطالب بحقي امام المحكمه الابتدائيه ديال عين السبع من 2017. راه عندي الشكاوى، هاد السيد راه تاجر فيا، راه ماشي يساعدني. هذاك السيد راه ماشي يساعدني، استرزق بيا بالعربيه، استرزق بيا، تاجر بيا، ماشي ساعدني. داكشي اللي ساعدني، اللي ساعدني بيه، داكشي اللي ضرني اكثر من اللي ساعدني. راه ماشي نقول لك ساعدني ولا، راه ضرني اكثر من داكشي اللي ساعدني. العلاقه اللي قال لك تربط بيني وبين يوسف الزروالي، هو واحد النهار عيط عليا، كان جا عندي المنبه تاعو الاول، كان جا عندي ذاك زين الدين، محمد زين الدين، جا عندي بحكايا وقعوا مشاكل بيني وبينه، توقعوا شي مشاكل فهمتي، كله واش طريقه، واش الطريق، وانا شدي طريقي. دخل يوسف الزروالي على قبل هذيك المشاكل هذيك، صونا عليا، دخل صونا عليا، قال لي فلان، قال لي ودي راه هو سميتو، راني غادي نصيفط لك واحد البركه، واحد الامانه ديال المليون. هي قلت لي صافي مرحبا. كانوا دراني من صحابي ديال الحومه كانوا مريحين، صيفط لي ذاك المليون، درت لي فيديو، وريتو الفيديو، قال لي دير لي فيديو بانك راك خلطك مليون. صافي درت لي فيديو، خلطوا مليون. دارت الايام، هو يقول لي راني غادي نجي عندك هنا باش نصور معاك، من يجي عندي بحق الحومه ديالي، جمعنا الناس ديال الحومه، وقال لواحد من الحومه ديالي، قال لي ودي راه لا عندك شي فلوس، لا عندك شي جوج مليون ولا شي حاجه، راني باغي هو سميتو نصورها، ندير بها واحد الفيديو ومن بعد نردها لك. من الناس الحومه ديالي حاليا، باقيين هذوك الناس اللي في الحومه ديالي حاليا. هذاك السيد اللي قال لي هذه الهضره حاليا راه باقي حاليا، هذه في سيد الخادر حي الحسني. المهم فاش جا عندي بحال ما هكايا، جلسنا بحال ما هكايا، خرجنا دار الفيديو، الله اعلم الفيديو في اليوتيوب، الله اعلم شحال تخلص على ظهري، الله اعلم شحال شد. لا لا، هو المبلغ المالي ديال المليون اعطاه لي انا، جوج المليون اللي باغي يتصور بها، بغى يدير بها الفيديو من 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 عند السيد، قال لي نحطوها ونقولوا بان هشام خلطت 3 مليون و36 الف. السيد قال لي لا ما عنديش. السيد واه، واش تجي دير الخير ولا جيت نعاودوا حنا نجبدوا الفلوس ونحطوها نفرشوها في الطابل. صافي لا تايقين فيك الناس، راه هو كانش كيقول لي، كان كيعيط لي في التليفون، كان كيقول لي ودير هذا السيد هذا، كان من الاولى كان غادي معايا هو هذاك، بقيت اللي قجرت عليه، قلت له فلان صيفط لي دوايا، بحال وليت انا كنهدو مع هو كان حاط. ها صيفطت لي واحد المراه من الديار الفرنسيه من مارساي. توصلتي بيه؟ لا ما توصلتش بيه، قال لك اسيدي راه مشالي في الطاكسي، جاء عندي هنا الحومه، قال لي ودي فلان راه في الفيديو، ملي ضربنا الفيديو قال لك اودي راه الدواء راه بقى في البيت الداخل، هو ما بقاش في البيت الداخل، الدواء راه مشى، قال لك في الطاكسي. انا وليت كنمشي بحال المسطي، ما قدرناش نحرجوه، قلنا ودي هذاك السيد داير الخير، ما نقدروش نقولوا له ودي فلان انت ديتي لنا الدواء وهذه، قلنا صافي الدواء ملي مشى في الطاكسي حالو ساهل، راه نمشيو للطاكسي ونقلبوا بلا البيرو ديال الطاكسيات، نقلبوا على الدواء. ملي وليت كنقلبوا على الدواء، كنقلبوا على الدواء ما كاينش الدواء، دازت 20 يوم وانا كنقلب على الدواء ما كاينش الدواء، بقيت اللي دازت واحد المده وليت كنعيط عليه، فلان جيب لي دوايا راه ما عنديش الدواء. الله يجزيك بخير، رجلي كتموت بالحريق والقيح. صيفط لي صحابه تكرفصوا عليا وتبولوا لي على وجهي واحد قبل نقول لك، مشيت للسبيطار، من السبيطار ديال الحسني،